مين معانا هنا؟ هو احنا شايفين كل الزملاء بتوع حضرتك معانا. استاذ محمد سند جاي هو والفريق بتاعه وناس جميله جايين النهارده يفرحوا بزملائنا. اما حسن معانا حاله وحيده راجل، مش كل الناس رجاله موجوده معانا، كلهم سيدات. هنا سيدات بس. نصرة كل سنة وانت طيبة يا قمر. كل سنة وانت طيب عيد سعيد. ست جليلة عاملة ايه؟ منورة يا قمر. الناس كلها منورانا الجميله اللي جت نورتنا، والست القمر اللي جت نورتنا، والفريق الجميل اللي جه نورنا، واستاذ محمد سند ربنا يحفظكم والفريق اللي معاه، شرفونا ونورتونا والله. قولي لي بقى دكتوره سمر، حضرتك بتعملي الاحتفالات دي على طول ولا انت عايزه تغيري جو؟ احنا بنعملها كل فتره كل فتره. كل بجه كل بجه. قولي لي حاجه يا رب. حاجه لا بعد. انت مبسوطه يا بطوطه؟ مبسوطه. بقول لك مش عايزه حاجه، ربنا يحفظها يا رب. هي عندها عزه نفس يعني وقناعه نفس. لا هي الحمد لله هم كلهم عندهم هنا رضا على فكره جدا، ومش طماعين ومش كل حاجه بيقولوا، وعلى فكره بتبقى الحاجه قدامهم مش بيبقوا زاهدينها اصلا، مش فارق معاهم. بس انا بحاول ان انا اوفر لهم كل حاجه حلوه حتى لو هم مش بيطلبوها او محتاجينها، بحاول ان انا اوفر لهم ده. طيب كلميني بقى حضرتك عن بيت النزلاء. ضحى عامله ايه؟ انا وعدت ضحى ان انا هخرجها النهارده لان ضحى بتحب تخرج، فاحنا هنخرج النهارده. نفسك تروحي فين يا ضحى؟ رمسيس ولا تروحي العتبه ولا تروحي اسماعيل حسين؟ لا نروح لما نجي نخرج يا حلا يا رب. لا نفسك في ايه قولي لي؟ وانا قلت قولي تاني. لا انا هي قالت لي فعلا نفسها في حسين. مش هتقول تاني خلاص. الست جليله بقى اللي ليها شعبيه جامده جدا عندك يا استاذه سمر. جليلة عايزة تروح الحسين يا صبري. جليلة عايزة تروح الحسين ولا تروح السيدة زينب؟ هروح الكل. هتروح الكل؟ خط واحد. احنا هنروح. الأول بالأول. لا الاثنين يعني بخط واحد. قولي لنا بقى الست جليلة يعني عاملة بهجة في المكان عندك. جميلة، كلهم حلوين، أنا بحبهم. ماما اعتماد ربنا يخليها لي. هم كلهم أمهاتي وأهلي وإخواتي وولادي. بص أنا بعتبرهم كل حاجة بالنسبة لي، مش هقول لك إن هم مجرد ناس أنا يعني ما اعرفهمش. وعلى فكره هم مش من دمي واغرب عني، بس هم اهلي. هم اهلي طبعا. انا من دمي، انا خلاص بعتبرهم من دمي واهلي. نلاقي الحنيه ونلاقي الحاجات الحلوه دي كلها مني. مبسوطه معانا؟ مبسوطه. ايه بتحبي ايه للناس اللي بتزعلني؟ اسمع كده من استنى ده هي زعلانه اللي انت بتتكلمي عليها. ايه بتقولي ايه؟ انا من هي غيرانه دلوقتي على فكره. لا مش غيرانه. لا ما جليلة ما بس طبعا. انت من دمي. انا من دمك يا قمر، انا طولي. انت من دمي وانا من دمي. انت مصيره وهي مسلمه. ابوك زهري ولا لا؟ انا عايزك تسمع الكلام ده. خدي فعلا بقول لك. ماما اعتماد تحبي تقولي للناس اللي بتاذيني ايه؟ انا ببقى عايزه اطلع يعني اقتلهم اخلص منهم، لان انت العسل. انت ما تستاهليش الا كل حاجه حلوه في حياتنا. وربنا يخليكي. ربنا يخليكي ليا. مش منك يا عمري. الحاجه اهم حاجه تكونوا مبسوطين، ده اللي فارق معايا بصراحه. يعني الواحد فعلا جاي علشان يعني يتبسط معاكي، والبهجه اللي انتوا عاملينها دي مخليه الواحد ما يعني ما عندكوش فكره يعني.
والشيخ محمد سند بقى دوت يعني ربنا يبارك له. اهلا بك يا شيخ، انا برحب بيك على بوابه مصر 2030. الصلاه على حضره النبي. قول لي النهارده احنا سامعين انشاد يعني ما شاء الله، عرفني بيك كده انت وفرقتك. هذا انا اخوكم محمد عبد الناصر سند من محافظه اسوان، مادحا لحضره النبي صلى الله عليه وسلم وال بيته الكرام. ويسعدني والشرف ان اكون في هذا المكان الطاهر المبارك. ربنا يكرمكم بركه الصلاه والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. معي اخويا طبعا محمود اخويا الشقيق وابن عمي احمد، ومعي اهلا وسهلا. احنا عايزين بقى معنا الاستاذ محمود. اهلا وسهلا. عايزين نسمع الساده المشاهدين اللي معانا على اللايف دلوقتي حته من حضرتك. حته نحن في ساحه الحسين نزلنا، حته بقى من البورده يا حبيبي. ماشي ماشي يا ام. تعملي ايه يا دكتوره؟ انا ببص لعم حسن ضاف لقيت ضوافره طويله، فقلت له ما تقولي القصطفه بقى عشان مصوره ضوافر. بص على فكره معلش انا اسفه هي بتوصلهم ضوافرهم. معلش حقك عليا يا حبيبي عشان بس بتوصلهم كلهم. انا لو جيت لقيت حد فيهم ضوافره طويله بقصها، مع اني بنبه على الموضوع ده دايما هنا، بس هم برضو ربنا يعينهم بصراحه. كل الموظفين تعبانين جدا في حاجات كتير قوي. يا صل وسلم دائما أبدا مولاي، صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي، صل وسلم دائما أبدا كده بعم حسن يا دكتوره. والله نفسي نقدر نوصل لاهل عم حسن، لان عم حسن متسجل عندي هنا في الدار مجهول الهويه. بقى له قد ايه معاك يا دكتور؟ حسن داخل شهرين معايا اهو. بقى له شهرين قاعد معاك. ربنا يحميه يا رب ويقدرني ان انا اساعده. عامله ايه؟ عامله ايه؟ اوريها لك؟ بعد ما تصوري. حاضر. عايزه اقول لكم، عايزه اقول لك ان عم حسن جاي لنا رجليه دي، العظم بتاع رجليه باين من القدم السكري، كان عنده قدم السكري، دلوقتي ما شاء الله اتحسن كتير. حضرتك بقى تتواصلي بقى رعايه صحيه وطبيه. طبعا كل ده لازم، لما كان شويه دلوقتي اتحسن بالطريقه دي، الحمد لله ربنا كرمنا. يعني انا بشكر حضرتك جدا يا دكتوره سمر، ويعني ربنا يبارك لحضرتك في اللي بتعمليه، وجمهورك يعني مش عايز اقول لك بيقول في اللهم ربنا يسعدك. شكرا. مشاهدي ومتابعي بوابه مصر 2030، زي ما شفتوا حضراتكم احنا دلوقتي متواجدين في دار زهره مصر. زي ما شفتوا حضراتكم يعني عامله يعني حفله ترفيهيه، حفله ترفيهيه للنزلاء عندها. انتظرونا في بث مباشر جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. غيره يعني قعدت تعيط عياط رهيب لحد بقى لما اقنعت بطوطه ان خلاص ما فيش اي حاجه، وان انا بحبها وبحب كل الناس، واتفقنا كمان ان احنا هنعمل اكل رحمه ونور على روح مامتها الله يرحمها يا رب. اقتنعت وهديت جدا الحمد لله، وانا بحبهم كلهم زي بعض. ليه يا عمري مالك؟ مين اللي زعلك؟ فاطمه التخينه التختوخه في دار زهره مصر. انا مش جد. اما انت اسمك ايه؟ اسمي صابرين، اسمي نادفه، اسمي برده. انت منين طيب؟ الشرقيه كرجينه، الغرب والكلام. هي دلوقتي احنا لحد دلوقتي مش عارفين مكانها يا منين، يعني دلوقتي ما نعرفش مكانها. احنا الحاجه جليله جالنا بيها استغاثه ان هي قاعده في الشرقيه في منطقه اسمها ابو كبير. نزلنا بالفعل، رحنا كانت رافضه تطلع يعني تركب معانا وتيجي معانا الدار. تمام خلاص يا لولي، خلاص ثواني اهدي. واحنا الحمد لله انا يعني بص انا عملت لها اللي ما يتعمل علشان اجيبها معانا الدار. قعدنا غنينا وهيصنا واتكلمنا
واقنعتها بكل الطرق، وفجاه كده لقيتها بتقول انا هاجي معاكي، والحمد لله جت معانا دار زهره مصر. كل اهالي الشرقيه اللي وقفوا معانا، كل اهالي الشرقيه اللي وقفوا عشان خاطر نساعد الست الطيبه دي وننقلها هنا في الدار، والحمد لله هي معانا حياه كريمه الحمد لله في دار زهره مصر، وربنا يستخدمنا ولا يستبدلنا ويجعلنا دايما عون لكل الناس الطيبين. قعدت تعيط عياط رهيب لحد بقى لما اقنعت بطوطه ان خلاص ما فيش اي حاجه، وان انا بحبها وبحب كل الناس، واتفقنا كمان ان احنا هنعمل اكل رحمه ونور على روح مامتها الله يرحمها يا رب. اقتنعت وهديت جدا الحمد لله، وانا بحبهم كلهم زي بعض. ليه يا عمري مالك؟ مين اللي زعلك؟ فاطمه التخينه التختوخه. طب وانت ما ضربتيش نصره؟ مش زعلتي نصره؟ اللي دايخ انك تكلسم. خلاص انا هجيب لك كالسيوم، اصل انا قلت لها ان انا هجيب لك فيتامينات وكالسيوم صح؟ كل حاجه نجيبها لك. اه وعايزه ايه كمان؟ عايزه فيتامينات. يعني تحبي تقولي للناس اللي بيقولوا ان انت بتضربيني، انت بتضربيني؟ لا طبعا. لا بتضربيني؟ لا ده انت زي العسل. لا هي ما بتضربنيش فعلا على فكره. لا بضربك ومش بضرب. لا بتقدرش، بتحبني جدا وما بتقدرش تضربني. بحبك بس بضربك مره. بتحبيني قد ايه؟ العالم الله. انت خشيتي في بطني يا ولا؟ عايزه ادخل في قلبك. قلبي ما يسعكيش. ليه؟ لا كان فيه الواد ده. انا اللي كتبت كده. انا كل اللي شافني عايز يتجوزني. لا انت هتجيب معايا تاني. لا يا جماعه لا كده جبس هو ده عايزه تتجوزه وجليله. لا يا جماعه كتير. لا ما يجيش معايا تاني. انا جاستن بيبر. بس ما يجيش معايا تاني ابدا. انا اجي لوحدي. انا اجي بعربيتي لوحدي. ايه بتغلى عليا ولا ايه؟ لا يا حبيبتي. بص وشرب حلال اربعه ولا ايه يا نيكول؟ شفتي بيتخانقوا بيتخانقوا بسببك. ايوه انت كده هتخانقوا. انا عارفه انا جلع عيناتك. الله جلع عيني يا دكتوره. عذر ربنا يحفظك. جلع عيني يا دكتوره. بعد اذنك هاتي بوسه. ما تسمع ما نشوف. اه انا كده ايه؟ انا كنت بشتغل في الارض بتاعهم بربط. هي بتقول كده. اه فعبد الحليم طب انا طالب منك طلب يا دكتوره. والناس قاعده يا دكتوره طالب منك طلب. انا عايز دلوقتي اكتب اكتب الكتاب وعلي الجواب. يلا ماشي. بصي خدي بقى رايك. عايز اكتب الكتاب. انا هكتب الكتاب وعلي الجواب. ما هتجوزيني؟ كتاب العيجه على جالك اهي. كتاب العيجه على جالك. عايز اقول لك ان هي بتحب عبد الحليم وورده ونجاه وبتحب ام كلثوم وبتحب تسمع كل الاغاني. انا مش هتقعد تدوش دماغ. انا بدي اكل بس. انت كنت فاكهه؟ لا يا لسه صاحيه من النوم. هتتغدى؟ عايزه تتغدي؟ هو الظهر احنا لا انت عارفه احنا دلوقتي عدينا المغرب. احنا بعد المغرب. اه انت عاوزه ايه؟ الدنيا مثل. اه الجو سقع يعني؟ اه بحبك والله. بحبك. بس انا مش هتتجوزيني ولا لا؟ لا ما تتكلمش على ده. هتتجوزيني طب ولا لا؟ ايوه يا ولد. يا سلام يا سلام يا سلام. بحبك. ايوه بس اكثر منها شويه. يا عيني يا روحي. طبعا يا جماعه ست جليله طلبت ايد جبس مصر. حبيتني خلاص. حبيتني كده خلاص. لا نقول مبروك. مبروك عليك يا ابن الجبال. يا لا عرستك حلوه قمر بلالي. عايز اقول لك بصي بهجت الدار. ربنا يحميها. فرفوشه وجميله وما بتقولش اي الفاظ خالص زي ما يعني كانت الناس بتقول ان هي هتتعبنا وهتعمل مش عارفه ايه. لا ما فيش الكلام ده نهائي خالص. ما شاء الله عليها. ست جميله ورقيقه وطيبه جدا. ما شفتش منها غير كل خير. ما شفتش منها غير كل خير. انت المزعور. انا قلت حاجه غير انت حلوه. بتتوه على حبيبي. ايه ده؟ خدي لمبه. احمد زكي صح؟ مالكش دعوه. ما اعرفش اسمه. انا لا 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 ليلى. انا كده بدلعك. بقول لك يا ليلى. هي في انا على فكره اول مره اشوفها. حاضر. حاضر. بس ايه الحاجات الجميله دي؟ القمر ده طبعا النهارده احنا مع زهره مصر في الدار بتاعتها الاستاذه سمر نديم
برحب بيك يا استاذ سمر على موعد مصر يا شيخ. انا اللي برحب بيك ووجودك معانا، ربنا يكبر بخاطرك يا رب، فرحتنا بوجودك. حاجه جليله. ازيك يا جليله؟ عامله ايه؟ تعملي من كل ردي. عامله ايه يا روح قلبي؟ مبسوطه ان انت معانا؟ كلمه كلمه ما خلاص خلاص خلاص. مبسوطه ان انا معاكي؟ انت ريحه يلا هو عليك يا قمر والله. يا قمر بيتول، يا قمر بيتول، يا كاي بيتول، يا قمر بيتول. انا قلت عد 10. حاضر. عايزه تشربي؟ من عينيا. يا لهوي من عينيا. حد يشتر عليكي بالله. هاتي يا رضا كوبايه ميه بعدين. إيه ولا عندي يا ابني عندي. الوحش ده. انا وحش؟ اتكلم على جوزك. احلى عادي. انت اول ما شفتيه والله. انا جبت مصر. اهم حاجه ام مسلم. شكرا. النهارده ام مسلم وجبس مصر جايين عشان عليه افضل الصلاه والسلام حبيبي يا رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. يا ريح المدينه. لا بس خلاص اهدي بس، هنتكلم مع بعض. نتكلم. عايزه اقول ان هنجيب لك حالا جبس مصر النهارده، ومسلم جم ينورونا في دار زهرة مصر عشان يشوفوا جليله الجميله يسلموا عليها. جلجل القمر اللي نورت حياتنا.